والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع نص الاستماع بعنوان التيامن. التيامن يعني اليد اليمنى في كل شيء يا محمد. متى اجتمعت الأسرة؟ مجموعة أبو بكر الصديق، متى اجتمعت الأسرة؟ المساء. في المساء. بأي يد التقط علي الكعكة؟ اليسرى. اليسرى، أحسنت يا مشعل. ماذا قال له جده يا سعيد؟ عليك أن تأكل بيدك اليسرى أم اليمنى؟ اليمنى. اليمنى. لماذا؟ لماذا يجب أن نأكل باليد اليمنى؟ هذا عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تيمنوا فإن في اليمين بركة. تيمنوا فإن في اليمين، يا ياسين، تيمنوا فإن في اليمين بركة. يعني بأي شيء نسلم؟ وبأي شيء نأكل؟ باليمين. وبأي شيء نشرب؟ وبأي قدم ندخل المسجد؟ اليمين. اليمين. يبقى لماذا نتيمن يا راشد؟ عشان ناكل بيدنا. لماذا ناكل باليمنى؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم تيمنوا فإن في اليمين بركة، حتى تحصل لنا الايه؟ البركة، ونأخذ الأجر من الله عز وجل. ما الأشياء التي نفعلها باليد اليمنى؟ قل يا ياسين شيء تفعله بيدك اليمنى. أكل. نشرب الماء. أسلم. بأي رجل تدخل المسجد؟ اليمين. يا عبد الرحمن، قال الرسول صلى الله عليه وسلم تيمنوا فإن في اليمين بركة، يعني نأخذ بركة من الله عز وجل يبارك لنا في أعمالنا. هل أكل علي في النهاية بيده اليسرى أم اليمنى؟ في النهاية اليمنى، لأنه سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع كلام من الذي أوصاه؟ جده. فهمنا معنى نص التيامن؟ أن نفعل كل شيء باليد اليمنى، السلام، المصافحة، الأكل، الشرب. لكن هناك بعض الأشياء نستخدم فيها